السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامج لقاء خاص. حريصين دايما إن احنا نقدم رسالة فيها توعية، نقدم رسالة فيها نصيحة. انتشر كتير أو منتشر في المجتمع بتاعنا وفي المجتمعات العربية بصفة عامة السحر والدجل والشعوذة. شفنا نماذج من خلال السوشيال ميديا، فتاة جميلة جدا اتعمل لها السحر وبعدين اتحولت لأشبه ما يكون بهيكل عظمي، وطبع ان هو عبارة عن سحر مدفون او معمول وموضوع داخل كلب ميت. كمان لما نرجع ونشوف الفيديو ده هنلاقي ان في شخص تم القبض عليه وهو بيحاول يدفن كلب في المقابر. ربي عليه الطلاق يعرف انك يا كلب الطلاق ليه يا اخي يا حاجه والله عارف انه كلب يا اخي والله عارف ما كانش يا كلب في الموضوع عليه الصلاه والسلام ماشي. طب ليه انت تاذيه؟ لا من يا حاجه لو هو على حق احنا مش هنأذيه، هو اللي يأذيه لو احنا على حق او هو اللي على حق هو اللي هيأذيه. ما كانش يعرف الراجل كانش يعرف ما هي هو شوف اللوم عليه زي ما شفنا الفيديو اللي احنا شفناه، شخص واخد كلب ميت، ايه الحكمة من انه يدفنه في المقابر؟ اكيد موضوع فيه سحر او فيما يسمى بسحر المقابر. انتشرت على السوشيال ميديا صورة لفتاة في قمة الجمال، وبعد فترة أصيبت بسحر. لذلك بنقول يا جماعة خلي بالكم، الساحر والسحر بصفة عامة ورد ذكره في القرآن الكريم في مواضع كثيرة جدا، وده أنا من الناس اللي ما بتعتقدش في السحر أو في ان هو بالشكل، ولكن القرآن الكريم في آيات كتير جدا موضح السحر وموضح السحرة وموضح الأفعال الشيطانية المرتبطة بالساحر وما يقوم به، طبعا سواء بمقابل مادي ابتزاز جسدي وما شابه ذلك. السوشيال ميديا منتشر عليها صفحات كتير جدا جدا، واحنا بنتمنى ان يكون في قانون رادع، يكون في موقف من جانب السلطة تجاه هذا التسيب وهذا يعني الخطر الداهم اللي بيهدد الأسرة المصرية واللي بيهدد الشارع المصري واللي بيكون سبب في خراب بيوت ناس كتير جدا جدا. مش هننكر ان في ناس بتمارس الدجل والشعوذة كنوع من النصب والاحتيال على الناس، زي ما شفنا والدراما المصرية قدمت كتير جدا النجم أحمد زكي في فيلم البيضة والحجر. بعض الأشخاص متطوعين وبيستخرجوا فعلا أسحار من المقابر، لو احنا فكرنا بتأني وبدقة هنجد ان حتى حرمة الموتى لم تسلم من هذه الأعمال الشيطانية. وضع هذه الأعمال السحرية داخل المقابر بينطوي على أكثر من أمر. الأمر الأول أن هذه الأسحار هي بتندرج تحت مسمى السحر الأسود أو السحر القاتل كما يسمى، حملات متطوعين طبعا بيقوموا بحملات لتطهير المقابر. والغريب أن احنا بنشوف صور، لأشخاص سواء كانوا سيدات أو حتى أطفال أو حتى رجال مكتوب عليها طلاسم ومكتوب عليها كتابات ومدفونة في المقابر. ولذلك احنا بنوجه رسالة توعوية، بنقول للناس خلي بالكم صوركم على الفيسبوك ممكن تكون محل استهداف من قبل هؤلاء السحرة، من قبل هؤلاء الدجالين. مش معنى ان حضرتك او حضرتك حاطط صورتك على الفيسبوك ده مش معنى ان هي ممكن يتعمل عليها سحر اسود، لا ممكن تنطبع ويتعامل عليها سحر ويكون شيء مؤذي بالنسبة ليك. مش أي حد ممكن نتواصل معاه يا جماعة، لازم نخلي بالنا إن إرادة الله فوق أي شيء،
أطفال متشردة اي والله ونسوان متطلقة خذ اللي هو خذ اللي عندك دي واحد عمل عمل على اوان 20 حصه بسم الله الرحمن زي ما شفنا مع بعض كده يعني الدجل والشعوذه موجودين الاحتيال والنصب على الناس موجودين السحر الاسود المؤذي والسحر بانواعه بصفه عامه موجودين لكن الرساله بتاعتنا اللي عاوزين نوصلها للناس هو اسباب اتجاه الناس للسحر او للساحر هو ضعف ايمان هو رفض قاطع لاراده الله عز وجل ناس كتير مش بتؤمن ان منع الله عز وجل في حد ذاته عطاء بتلاقي يقول لك ايه اصل الشيخه المغربيه لرد الزوج لرد المطلقه تخلي الزوج زي الخاتم في صباعك تخلي كل ده بالمعامله الحسنه كل ده بيتم بالمعامله الحسنه برضا الله عز وجل بالتقرب لله عز وجل الساحر والسحره بصفه عامه طريقهم هو طريق الشيطان الانسان قد يتخيل انه هو قادر على تغيير مقادير الله بهذه الاساليب الشيطانيه ولكن عطاء منع الله في حد ذاته عطاء وان اذا زوجك تعبك او شوف ايه اللي ممكن يغيره ناحيتك بتعمليه مش كويس مش مهتمه بيه واحد نماذج هنشرحه لست وده حصلت بالفعل في محافظه الشرقيه عندها بنت وتاخرت في الجواز شويه وده طبعا نصيب كل شيء طبعا نصيب فلها واحدة صديقتها وده الصحراء بيستخدموا الناس دي قالت لها ده انا عندي بنتي والله لسه النصيب وكده ورغم ان هي حلوة ورغم ان هي جميلة فقالت لها انا عارفة شيخ الشيخ ده مقيم في القاهرة وبينزل ايام معينة بينزل هنا بيكون موجود فقالت لها طيب ما كانوا فينا ورقم تليفونه وادتها رقم التليفون بتاعه وتواصلت معاه وقال لها انا جايه في اليوم الفلاني راحت بالفعل وخدت بنتها معاها وحكت معاه ان هو لسه ما فيش نصيب او لسه ما حدش اتقدم ليها رغم ان هي جميله زي ما انت شايفها ورغم ان هي يعني شكلها كويس فقال لها لا ده خليك واثقه ان هو في خلال اقل من شهر هيكون جاي عريس واثنين وثلاثه وراحت لأول مرة هي والبنت قال لها ده عاوزة كورس كامل ما ينفعش جلسة واحدة ان هو يبقى فيه نصيب انت بعد كده تبقى تجيبيها وتسيبيها وتمشي كانت بتروح له بتاخد البنت اتضحت المصيبة بعد كده ان البنت حامل من الدجال هنا احنا امام شكل من اشكال الابتزاز الجسدي اللي ما يمنحش معاه ان هو كان بياخد منها فلوس ده ابتزاز جسدي وابتزاز مادي ومصيبة وكارثة في نفس الوقت لازم يكون عندنا وعي الصفحات المنتشرة على السوشيال ميديا المفروض يبقى فيه تقنين للموضوع ده المفروض يبقى فيه محاربة من جانب السلطات للحد من هذه الظاهرة البذيئة اللي أصبحت خطر كبير بيهدد المجتمع المصري انتشار الأسحار داخل المقابر وبنشوف حملات كتيرة جدا للتطهير تطهير المقابر ستوب المشكلة الكبيرة ان اغلب المستهدفين في هذه الأعمال الشيطانية هي سيدات والأمر بينطبق على سرية ما ينفعش انها تستشير جوزها تستشير أهل بيتها تستشير أسرتها فبتكون فريسة سهلة بتكون فريسة والذئب الدجال المحتال عارف ان هي مش هينفع تتكلم عارف ان هي لجأت ليه بشكل سري عارف ان لجؤها ليه هو بعد عن ربنا عز وجل عارف ان هي اصبحت في شباكه وان هي اصبحت فرصه للابتزاز المادي والابتزاز الجسدي عملنا البرنامج مخصوص عشان نوصل رساله توعيه للشارع وللمجتمع وللاسره وفي الحلقات اللي جايه هيكون معانا نماذج حيه لناس أصيبت بأسحار لناس اتعرضت للنصب والابتزاز والدجل والشعوذة سواء بالحضور معانا
في الاستوديو او من خلال مداخلات هاتفيه تليفونيه عشان نوصل رساله قويه للشارع ونعرف الناس انه السحر والدجل والشعوذه هو بعد عن الله عز وجل، هو رفض لاراده الله عز وجل، هو رفض لمنع الله عز وجل اللي هو في حد ذاته عطاء دايما وابدا. ربنا سبحانه وتعالى لما بيمنع عنك شيء معين هو عطاء في حد ذاته، هو لحكمة لا يعلمها إلا الله. فهنا إصرارك على أن يتم هذا الشيء هو جهل بإرادة الله عز وجل، هو مسلك لطريق الشيطان، هو بداية اتجاهك إلى الدجلة والدجالين والمشعوذين، وهتصنع من نفسك وهتخلي من نفسك عرضة للابتزاز بكل أشكاله. فتابعونا الناس اللي متابعينا، ما تنسوش الاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس عشان نتابع كل جديد. ودي كان ده كان موضوع حلقتنا النهاردة، نتمنى ان هو يكون نال اعجابكم، وان شاء الله عندنا اكتر من حلقة في الاسبوع. يا ريت تتابعونا من خلال تفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة، وتصبحوا على خير.